السلام عليكم. النهاردة هنكمل بارت 2 من الفيديو رقم 5. زي ما قبل كده اتكلمنا في الفيديو رقم 5 من الـ Storage Area Network الخاص بالفايبر شانل، وعرفنا ايه هي الباس، وعرفنا الكونكتور، وعرفنا الكيبل اللي موجودة، الهاردويرز اللي موجودة فيها. النهاردة هنبتدي نتكلم على في ليسون 2 على الأركتكشر. هنعرف اللي هو البروتوكول ستاك وال فايبر شانل ادريسنج، ويعني ايه WWN، وايه الاستراكشر بتاع الفريم. هنعرف يعني ايه فايبر سيرفيسز. هنعرف في الليسون دي يعني ايه اللوجن تايبس، ايه الفابريك لوجن تايبس. طبعا قبل ما نتكلم، المفروض ان الاركتكتشر بتاع الفايبر تشانل ايه بيبروفايد نتورك. النتورك دي المفروض ان ايه ان البرفورمانس بتاعها عالي جدا ومفيش اوفر هيد كتير، اللي هو كان الخاص بالجزء بتاع الايه الهابس وكده. وطبعا احنا عرفنا ان الفايبر تشانل سكيبل السكيلابيلتي بتاعتها عالية جدا، انها بتسبورت مسافات طويلة، وبتسبورت ان انا اقدر اضيف ايه عدد كتير من النودز عندي. كنا قلنا لحد أكتر من 15 مليون نود عندي. طبعا implementation بقدر implement سكازي عن طريق الفايبر تشانل نتورك. وطبعا الستورج بتبقى ظاهرة عندنا، بتبقى ظاهرة كأنها ايه local storage، وأنا بستخدم block level access. لو الناس تعرف نتورك شوية وخدت TCP/IP model، هو المفروض كان بيبقى مجموعة من layers. فهنا بيتكلم على نفس الفكرة على الفايبر تشانل، بيقول إنها فيها كام لاير. عندي فيه أربعة إيه أربعة لايرز عندي. لو نبتدي من اللايرز اللي تحت، المفروض إن أنا ده الميديا بتاعتي، الهاردويرز اللي موجودة، الكيبلز اللي موجودة، الكونكتورز اللي موجودة، البورتس اللي موجودة عندي. بعد كده اللاير رقم 1 اللي هو FC1، ده مسؤول عن عملية الانكودينج والديكودينج. انا جاي داتا عبارة عن 01 او لايف، في النهاية 01 انا عايز اعمل له ايه، عايز اعمل له انكودينج او عايز اترجمه واعمل له ديكودينج. فانا ايه اللاير ده هو المسؤول عن حاجة زي كده. هو بيقول لك في ايه، لو انا بستخدم ترانسفير ريت اكتر من 16 جيجا، فبيقول لك ان انا بعمل له الداتا اللي بتبقى جاية عبارة عن 64 بت بحطها في 66 بت. انا بستخدم سرعات اقل من كده، فالداتا بتبقى ايه جاية لي 8 بت، أنا بضيف عليها 2 بت وببتدي إيه أعرف ده أبعتها عندي. طيب اللاير اللي بعد كده اللي هو مسؤول عن الإيه، بيتكلم على الفريم اللي بتتباعد شكلها عامل إزاي، والأدريسنج، عملية الأدريسنج وعملية الكنترول للداتا، الفريم هيتحرك إزاي وهيروح للديستنيشن إزاي. اللاير رقم 3 ده فيه كومن سيرفيسز بس هو مش معمول له امبلمنتيشن. واللاير رقم 4 اللي هو بيسموه ايه بقى، ده انا عندي بروتوكول زي السكازي والاي بي بروتوكول والاي تي ام، ازاي اعمل لهم مابنج للايه للور لاير دي. يبقى انا عندي البروتوكول، كل بروتوكول له طريقه في التعامل، ازاي انا اعمل مابنج لكل البروتوكولز دي اللايرز الايه للفريم ستراكشر. اكيد كل واحد هيبقى ايه مختلف على حسب طبيعة البروتوكول اللي جاي من فوق، فازاي اعمل مابنج ازاي الابر لاير بتاعي. طيب انا بتكلم ان انا المفروض ان انا النتورك بتاعتي، لو انا جيت اتكلمت كده عن النتورك، لو قلنا ان في هوست، والهوست ده بيبقى فيه بورت، البورت ده هو واصل عن طريق سويتش، في بورت هنا على السويتش، هو واصل بالبورت ده، ده اللي هو هوست، وواصل هنا بإيه؟ بستورج أري عندي، في برضه الباند بتاع الإيه؟ بتاع الستورج أري. طيب طبعا السويتش ده بيبقى فيه كذا بورت،
هنا ده البورت اللي بيوصله بالستورج عليه. فهو عملية الادرسنج بقى، الادرسنج اللي هو المفروض الادرسنج بتاع السويتش فابريك ده اللي هو المقابل للايه؟ الفورمات بتاع الادرس ده المفروض المقابل للاي بي. مش احنا في النتورك العاديه، الاي بي نتورك العاديه في فورمات للادرس اللي هو الاي بي، كل جزء فيه انت عارف معناه ايه. فانا بنفس الفكره هنا برضو في الفايبر شانل اللي هو الستورج اريا نتورك، في ادرس، الادرس ده المفروض ان هو ايه؟ بياخد كل بورت، كل بورت عندي بياخد ادرس. فتعال نشوف الادرس ده بياناته ايه بالظبط. وده بيحصل امتى؟ اول ما انت الجهاز بتاعك بيبتدي يخش ينضاف للشبكه دي، اول ما زي ما نفترض ان الجهاز حصل له ستارت، شغلت الجهاز فبدا يلوجن فبيتعرف على الشبكه فبيجي له ايه؟ اي بي. فلو جهاز في الاي بي نتورك هنا بيجي له بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الادرسنج، اللي هو الايه؟ فايبر شانل ادرسنج ده بتاع الايه؟ بتاع الفايبر شانل نتورك. ده بيقول لك ايه؟ ان هو ده ادرس during ايه؟ لوجن. لما انت الجهاز بتاعك بيشتغل بيحصل لوجن عشان يبتدي يتعرف على النودز اللي موجوده، وبيبتدي يتعرف على كل حاجه. وده بيستخدموه في ايه بقى؟ طبعا الكوميونيكيشن ما بين النودز دي بيتم عن طريق الايه؟ الفايبر شانل ادرس اللي هو مقابل الاي بي ادرس. زي ما انت في النتورك العاديه بتكونكت ما بين ديفايس وديفايس عن طريق الاي بي ادرس. طيب الفورمات بتاعه ايه؟ بيتكون من 3 اجزاء. تعال انا المفروض البورت ده هيكونكت بالايه؟ متوصل بالسويتش ده. البورت اي دي هو البورت اللي موجود على الايه؟ على الهوست. طيب والاريا اي دي هو البورت اللي موجود على السويتش. والدومين اي دي هو الاي دي بتاع مين؟ بتاع السويتش. فانا كده كأني بقول له ايه؟ لو فرضنا ان هنا واحد وهنا مثلا 2 وهنا 1، انا اقول له ايه؟ اقول له اربط لي البورت بتاع ايه؟ رقم 1 في الهوست، اربطه بالاريا بالبورت رقم 2 في السويتش، اربطه لي بالسويتش رقم كام؟ رقم 1. فانا كده ايه؟ كل واحد منهم بيوصف ايه حاجه، لان انا النتورك بتاعتي هيبقى فيها اكتر من سويتش. يبقى لو انا ده مثلا فرض ان ده رقم سويتش رقم 1، في سويتش تاني رقم 2، في سويتش تالت رقم 3، هنا على كل سويتش فيه واحد بورت 2 3، ده واحد مثلا وده 2 وده 3. أنا لو جيت أوصف دي بقى البورت ده وصل بإيه؟ ده البورت أي دي رقم 1، ممكن يكون فيه هنا 2 ده 1 ده رقم 2. أنا هنا بقول له البورت أي دي رقم 1 مرتبط بالأريا أي دي رقم 2 بالإيه؟ بالدومين اي دي رقم كام؟ رقم 1. طبعا السايز بتاع كل جزء منهم بارت منهم عبارة عن 8 ايه؟ 8 بت، يعني يقدر يشيل ايه؟ لحد 200 ايه؟ 256 ايه؟ ادرس. يبقى انا اقدر اشيل لحد 256 بورت، واقدر اشيل لحد 512 كام؟ 256 برضو area، تمام. واقدر اشيل لحد 239 addresses، تمام، 239 domain اللي هو الدومين المقصود بيه. يعني انا ممكن احط من لحد 239 ايه switch عندي. طب امال بقيت ال 256 addresses اللي موجودين هنا دول، بقيت ال addresses دي محجوزة لبعض ال operations التانية اللي هنشوفها كمان شوية. بعد كده عرفت ان ده الفورمات بتاعه اللي شبه ال IP فيه 3 اجزاء، واحد خاص بالبورت، واحد خاص بالاريا، واحد خاص بالايه؟ بالسويتش الموجود عندي في الفابريك. لو احنا ضربناهم في بعض هيجيب لك عدد الايه؟ النودز اللي انا ممكن اوصلها زي ما انا قلت قبل، اكتر من 15 مليون ايه؟ اكتر من 15 مليون نود عندي. طيب النتورك اللي هي الاي بي نتورك العاديه، المفروض كل جهاز فيه عامل فيه عليه ايه؟ فيه عليه الكارت نتورك بتاعك بيبقى عليه حاجه اسمها ماك ايه؟ ماك ادرس. مقابل للماك ادرس بتاعي حاجه اسمها ايه؟ وورلد وايد نيم. ده الحاجه المقابله للايه؟ للماك ادرس عندي. طيب هنا حتى بيدي مثال اهو، الوورلد وايد نيم ده اللي موجود على الستورج اري، وده اللي موجود في البورت خاص بتاعك بالهوست اللي بيتوصل بالايه؟ بالستورج اري بتاعتي. كده ده ايه؟ ده شكله الماك ادرس اللي هناك اللي على الستورج اري، وده شكل الماك ادرس اللي بقى موجود في الهوست اللي هو السيرفر بتاعك. طيب لكن ال WWW ان ده بيبقى فيه اسمين،
هو بقول لك هو ستاتيك طبعا، هو عبارة عن إيه 64 بيت، لو أنت حسبتهم عديتهم هتلاقيهم 64 بيت، أنا بقول لك أهو حسبتهم هتلاقيهم 64 بيت. طبعا هو ستاتيك ما بيتغيرش، اللي هو زي الماك أدرس اللي هو في النيتورك انترفيس كارد. في نوعين من الإيه من ال WWN، في حاجة اسمها نوع اللي هو WWN نود نيم، وحاجة اسمها بورت نيم. يعني إيه نود نيم وبورت نيم؟ انا ممكن يكون الجهاز بتاعي ال اتش بي اي على سبيل المثال في اكتر من بورد، هيبقى الهوست مثلا في 3 بورد، هيبقى الهوست اللي هو الكارت في الهوست اللي عليه 3 بورد له ايه اسمه نود نيم، يبقى عليه ماك، عليه حاجه شبه الماك ادرس للكارت نفسه، وكل بورد من الكارت عليه حاجه اسمها ايه بقى بورد نمبر. يبقى انا لو الكارت بتاعي، احنا عندنا في النتورك انترفيس في الكارت بيبقى فيه بورد واحد، فعشان كده بتلاقي الايه الماك ادرس للبورت هو نفس الماك ادرس للايه للكارت. انما ممكن تلاقي في الايه في الاتش بي اي النود له كذا ايه بيبقى عليه كذا بورت، فيبقى ايه ده اللي بتاع الايه النود، والنود لو عليها ايه كذا بورت هيبقى ايه له اسم تاني دبليو 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 بورت ايه بورت نمبر. لو الكارت بتاعي عليه بورت واحد بس يبقى الاثنين هتلاقي ال دبليو دبليو ان 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 هيبقى نفس الايه نفس دبليو دبليو ايه بي ان. انما لو هنا النود فيها كذا بورت هتلاقي كل بورت واخد كذا ايه رقم من ده، والبورت نفسها والنود نفسها واخده ايه واخده رقم. يبقى ده مقابل للماك ادرس اللي هو في الاي بي اي نتورك اللي عندنا. طيب انا المفروض هبعت داتا، الداتا ديت هتتبعت ايه من نود للايه، انا المفروض كل الفكره ان انا اعمل النتورك دي عشان ابعت داتا من الاستورج عندي احطها فين، قصدي من الهوست للاستورج. الداتا هتتبعت عن طريق النتورك ايه، هتتبعت في شكل ايه؟ تتبعت في شكل حاجه اسمها اكسشينج. انا عايز ابعت داتا للستورج في الاكسشينج، الاكسشينج ده بيتكون مجموعه من السيكونس، والسيكونس بيتكون مجموعه فريمز. تعالى نمشي من تحت، دي الفريم دي هيبقى فيها ايه؟ زي لو بنتكلم عشان الناس تفهم اكتر، الفريم دي لو كلمه هبعت كلمه، طب انت هتبعت جمله، يبقى الجمله مجموعه من الكلمات. يبقى انت وانت بتبعت كذا فريم مع بعض، لو بتبعت كذا فريم، كذا فريم ده بيسموه ايه سيكونس، اللي هو ايه كونتينوس ايه سيكونس اوف ايه اوف فريم. طيب لو بتبعت كذا جملة مع بعض هيكونوا لك فقرة اللي هي بيسموها ايه عندنا اكسشينج. تمام، انا الفرق ده ما بين، احنا هنتكلم هنا على الايه على الفريم. زي ما كان في فريم وانت بتبعته في الاي بي، الفريم طبعا بيتكون من كذا حاجة. هنا الهيدر، اي فريم بيبقى لها ستارت واند، يبقى ده الستارت بتاع الفريم وده الاند بتاع الايه بتاع الفريم بتاعتي. والايه والسي ار سي ده اللي هو ايه سايكليك ريدندنسي ايه تشيك، ده اللي بتشيك الايه ان الفريم مبعوثه فعلا ما حصلش فيها فيلير، ما حصلش فيها ايه كوربشن عندي، هي بتبات، فده اللي هو اللي بيعمل تشيك عندي. طيب عرفنا ان ده هيبقى هيدي البدايه وده هيدي النهايه. طيب ودي فعلا الاحمر ده اللي هي الداتا الفعليه اللي انا هبعتها فين، بقول لك ان انت تبعت لحد 2000 ايه 2112 بايت. امال ايه الهيدر ده؟ الهيدر ده بيبقى فيه معلومات عن الفريم دي، اهم معلومات موجوده في الهيدر دي زي ايه مثلا السورس ادرس والايه والسورس ادرس والايه والديستنيشن ادرس، مين البورت اللي بعت ال مين البورت اللي بعت ال اللي بعت الريكوست، ومين البورت اللي بعته الايه اللي اتبعتت له الداتا دي. طيب ايه بقى ايه هي بقى السيرفيسز اللي هي اللي بتمثلها؟ انا قلت ان انا ممكن يبقى عندي في كذا دومين، بس هم مش 256، هم حوالي 239، وفي ادرسز تانية محجوزة لحاجات معينة. ايه الحاجات بقى اللي هي محجوزه ليها الادرسز الثانيه دي اللي انت ممكن تستخدمها لو انت حطيت الادرسز دي يبقى انت عايز تعمل اوبريشن معينه؟ على سبيل المثال اللي هو الفابريك لوجن سيرفر، المفروض ان اي نتورك عندي بيبقى فيها حاجه اسمها لوجن سيرفر، ده المسؤول عن عمليه الايه اللوجن. عشان قلت ان النود اول ما بتتحط في النتورك او بيحصل اللي هو اول ما تحط، يعني سمع ساعه ما الهوست مثلا يحصل له ستارت يبتدي يعمل عمليه الايه حاجه اسمها اللوجن، فعشان المسؤول عن عمليه اللوجن دي ويدي له اللي هو ادرس خاص بيه، المسؤول عن ده حاجه اسمها ايه فابريك ايه لوجن سيرفر. هو بيعمل ايه بقى؟
بيبتدي يكلم الفابريك لوجن سيرفر بيقول انا عايز اللوجن عشان ابتدي اخد الادرس، ايه الادرس بتاعي. طيب دلوقتي بقى ايه بقى، في حاجه تانية كمان موجوده في بعض السيرفيس، النيم سيرفر نفس الموجود اللي هو موجود في الايه، موجود في الاي بي نتورك. النيم سيرفر ده المفروض انا عندي فيه ماك ادرس وفيه اي بي المابنج، يعني مش انت المفروض كل ماك ادرس هيبقى مقابل ليه ايه اي بي ادرس، فيبقى فيه تيبل موجود النيم سيرفر ده هو المسؤول عن انه يكريت النيم ايه، يقول ان البورت ده للادرس بتاعه كذا متوصل بالادرس اللي هو الاي بي اللي شبه الاي بي ادرس، الادرس بتاع الفايبر شانل اللي اسمه كذا، فده بيربط الاثنين ايه ببعض. طيب ايه، وفي برضو بعض السيرفيسز اللي هو حاجه اسمها فابريك كنترول اللي هو بيكنترول الايه النتورك بتاعتي، لو حصل مثلا ايه البورت اتغير عنوانه اي حاجه يبقى هو يعمل ايه، يعمل نوتيفيكيشن لكل البورتس اللي موجوده او كل النودز اللي موجوده ان حصل ايه، ان حصل فيه بورت جديد انضاف، فانتوا ايه فانتوا ابتدوا ايه يدي نوتيفيكيشن ليهم، لان انت المفروض بتعرف معلومات ايه في اللوجن سيرفيس دي، بتعرف معلومات عنك وعن طريق الايه، ان انا في نتورك وفي انا النود رقم كذا وفي نودز موجوده معايا في النتورك رقم كذا، ففي نودز اتضافت جديده، فيبتدي الكنترولر يدي نوتيفيكيشن لكل الايه لكل الناس ايه ان في كذا. طيب اهو بقول لك ان ده الادرس بتاعه ايه، انا كتبت الديستنيشن ادرس بتاعي كذا، يبقى انا بتكلم ان انا ايه ان انا هكلم الفابريك ايه كنترول. في المانجمنت طبعا ايه سيرفر ده اللي بيبقى ايه بيعمل مانجمنت للنتورك بتاعتي، لو حصل فيها فيلير لو حصل اي حاجه، ده موجود في الايه في الادرس اللي هو ايه 5 اف ايه ايه. فانا في عندي بعض السيرفيسز كل سيرفيس منهم ليها ادرس، عشان كده احنا عرفنا ان ايه ان الدومين اي دي 239 بس، والباقي محجوزين لبعض الايه سيرفيسز، فابريك سيرفيسز اللي انا قلت ايه لوجن سيرفر نيم سيرفر فابريك كنترولر والمانجمنت ايه سيرفر. احنا كده عرفنا المكونات بتاعه اسمه ده الاركتكشر بتاع اللايرز وكل لاير جواه ايه، وعرفنا ان انا يعني ايه المقابل للماك ادرس المقابل للاي بي ادرس، وعرفنا ان انا ايه ان انا ازاي الادرس ده المكونات الاجزاء بتاعته كل جزء فيهم ايه، وعرفنا ايه هي ال WWN، وعرفنا ايه هو الـ ايه الادرس بتاع الايه المقابل للاي بي ادرس، وعرفنا ان بعض السيرفيسز اللي موجوده عندي هي بتاخد عناوين معينه وهي مسؤوله عن مانجمنت للايه للفابريك او للستورج اريا ايه نتورك اللي موجوده عندي. طيب انا في الفابريك او السويتش فابريك اللي موجوده عندي في بعض اللوجن تايبس، انا قلت دلوقتي ان انا ايه ان انا في نود انضافت، فساعه ما النود بساعه ما بيستارت النود دي بتعمل لوجن عشان انا ايه امابل ايه الماك ادرس بالاي بي، اطلع لها ايه اطلع لها ادرس وامابل بالايه بال دبليو دبليو ان ايه بتاعها. طيب ففي كذا عندي لوجن موجود عندي، اول حاجه اسمها ايه الفابريك لوجن، ده بيحصل فين؟ في الاول انا عايز اربط نود بايه ببورت عشان اديها اي بي ادرس اللي هو زي حاجه المقابله للاي بي ادرس بتاعها. طيب ده بيحصل ما بين مين؟ انا بقول ان النود دي هيحصل لها هديها ادرس، طب الادرس ده فيه ايه؟ اه ده هي مربوطه بالسويتش اللي هو الدومين رقم كذا والبورت اللي فيه رقم كذا اللي هي اريا اي بي، يبقى ده هيحصل ما بين مين؟ الان بورت بتاع النود والاف بورت بتاع مين؟ بتاع السويتش. بيحصل ازاي بقى؟ ان النود بتبعت ايه بقى؟ فابريك لوجن فريم برقم الايه اللي هو رقم ال WNN ايه WWN بتاعها لمين؟ الفابريك لوجن ايه سيرفر، عشان انا قلت الفابريك لوجن سيرفر ده هو اللي مسؤول عن انه يديك ايه ادرس اللي هو المقابل للاي بي ادرس، يعني يديك ادرس، يبقى انت هتبعت ريكويست لمين؟ تبعت ريكويست للفابريك لوجن ايه سيرفر تقول له انا عايز ايه، انا عايز اكونكت بمين، انا عايز اكونكت بمين النود دي. طيب يبقى انا كده العنوان بتاع الديستنيشن بتاعي مين اللي هو الفابريك اللي هو 5 اف 5 اف اي، يبقى انا كده حددت العنوان بتاع الايه الديستنيشن بتاعي، هبعت للسيرفر ده فهو هي ايه فهو وديته اللي هو ال دبليو ان ال دبليو دبليو ان بتاعي، فخد ال دبليو دبليو ان بتاعي عشان بعد كده ايه يديني فايبر تشانل ايه ادرس، راح مديني فايبر شانل ايه ادرس، المفروض هاخد الفايبر شانل ادرس ده وابتدي اعمل ايه بقى
اريجستر نفسي في النيم ايه، ابعت ريكويست لمين، للنيم سيرفر، عشان ابتدي ايه، ابتدي اقول اه ده الادرس اللي هو رقم كذا مرتبط بمين، بال WWN رقم كذا، تمام كده. ماشي import queries name server about all other login course. يعني ايه بقى، انا خلاص بعد ده انا عملت لوجن وديت النيم سيرفر كده، انا عملت لوجن، فرحت بعت ريكوست للايه، هما 3 ستيب، انا عملت بعت للوجن سيرفر ان هو يديني ايه فايبر شانل ايه ادرس، ماشي. وبعد عشان يديني فايبر شانل ادرس لازم انا ابعت له مين، لازم انا ابعت له ال WWN بتاعي، رحت بعت له ال WWN بتاعي قلت له انا عايز ادرس، فراح مديني ادرس. اسكت على كده؟ لا، اروح رايح للنيم سيرفر اقول له سجل الادرس ده، عشان احنا قلنا النيم سيرفر فيه تيبل كل ايه WWN مرتبط بيه ايه، مرتبط بيه فايبر شانل ادرس. طيب خلاص كده بقى انا رحت مسجل ده، انا كده النيم سيرفر عارف ان فيه نود ده ال WWN بتاعها وده الفايبر شانل ادرس ايه بتاعها. كمان هعمل كويري عشان اسال مين، انا المفروض في نتورك، المفروض في مجموعه من البوردز موجوده معايا برضه وعامله لوجن، فانا لازم اعرف معلومات عنها، عشان كده ببعت كويري للنيم سيرفر ابتدي اقول له ايه، انا عايز الناس اللي موجوده عندي في نفس البتاع، تمام. طيب يبقى ده اول فابريك ايه، ده اول لوجن تايب اللي هو بيسموه فابريك لوجن ايه تايب، ده عشان ايه بيحصل في اول ما ايه، في اول مره انت عملت لوجن خلاص. طب في حاجه اسمها بورت ايه، بورت لوجن، انت عايز تكون نكتب بورت عشان تبتدي تعمل ايه بقى، عشان تبتدي تبعت ايه تيست. يعني انا عايز اكون نكتب البورت اللي موجوده في الاستورج عشان ابتدي ابعت ايه، ابعت داتا للبورت دي عشان ابتدي ابعت ايه، ابعت لها الداتا بتاعتي. يعني انا هوست وستورج، ده له بورت وده له بورت، انا عايز اكونكت ايه، افتح سيشن ما بيننا عشان ابعت الداتا، فده بيسموه حاجه اسمها بورت ايه، بورت لوجن. عشان كده هقول لك بيحصل ما بين اتنين ايه، ما بين اتنين ان بورت، فانا ده الهوست اهو، ده الاستورج، وهنا ده السويتش اللي موجود في النص اللي هي على النتورك بتاعتي، انا في بورت هنا ان بورت، في بورت هنا ان بورت برضه، وانا عايز اوصل ايه الاثنين واصلين ببعض عن ايه، عن طريق اللي هو السويتش بتاعي اللي هو عن طريق هنا اف بورت، وهنا برضو اف ايه، اف بورت ده ان ايه، ان بورت وده ان بورت، فانا عايز اكون افتح سيشن ما بين ده وده، فبقى استخدم حاجه اسمها بورت ايه، بورت لوجن، يبقى ده بيحصل ما بين اتنين ايه، ان بورت. طيب بيحصل بقى ايه، بيحصل نتيجة عملية اللوجن دي بيروح يعني عامل ايه بقى، بعض البارامترز الخاصة بالسيشن دي بيبتدي ايه، بيبدأ يعني يحصل تبادل ما بينها، تمام. اخر لوجن عندي بيحصل ما بين بقى ايه، بيحصل حاجة اسمها بروسيس لوجن، ده بيحصل ما بين برضه ايه، بيحصل ما بين 2 بورت عشان يكسشنج بعض الايه، بعض البارامترز بقى، ففي 3 عندي ايه، 3 عندي من الايه، من انواع اللوجن اللي موجوده في الايه، في السويتش فابريك. طيب احنا كده نلخص، احنا عرفنا كده في الليسون رقم 2، عرفنا ايه هي الستاج بتاع الايه، بتاع الفايبر شانل، وعرفنا ايه هو الادرس وازاي بيحصل ايه وايه مكونات كل بارت منه، عرفنا ايه هو الحاجه المقابله للماك ادرس اللي هو ال WWN، عرفنا يعني ايه WWNN WWBN، وعرفنا الايه الاستراكشر بتاع الداتا اللي هتتبعت، وعرفنا شكل الفريم وايه المكونات بتاعه الفريم، وعرفنا انواع السيرفيسز اللي موجوده في الايه، في الستورج اريا نتورك، في السويتشز اللي ايه دي السيرفيسز اللي موجوده، وعرفنا كل سيرفيس منهم بتستخدم في ايه، على سبيل المثال عرفنا يعني ايه نيم سيرفر، وعرفنا يعني ايه فابريك لوجن سيرفر، وعرفنا يعني ايه سيرفر مانجمنت، وعرفنا يعني ايه فابريك كنترولر، عرفنا ان في كذا انواع من اللوجن تايبس دي، عشان بايه بتساعدني سواء النود هيحصل لها لوجن لاول مره، او سواء هيكستشينج داتا مع الايه انت على النتورك بتاعتي، فايه فازاي بشوف حاجه زي دي. طيب المفروض ليسون 3 هنا هتتكلم على حاجه اسمها ايه بقى، هتكلم اللي هو حاجه اسمها توبولوجيز وحاجه اسمها ايه زونينج، هنعرف ايه التوبولوجيز السان نتورك دي، ايه التوبولوجيز الموجوده فيها، وهنعرف يعني ايه حاجه اسمها زونينج، وهنعرف أنواع وفوائد الإيه؟ الزونينج ده.
هنا بيستخدم اول نوع من انواع اللي هو التوبولوجيز اللي بيستخدموها في السان نتورك، حاجه اسمها الميش، ايه الميش توبولوجي، وفي عندي ايه حاجه اسمها فول ميش وحاجه اسمها بارشال ايه بارشال ميش. تعال نشوف الفول ميش. مش ان انا ايه، انا عندي مجموعه من السويتش زي الاربعه دول، انا بوصلهم كلهم ايه، انا بوصلهم كلهم ببعض، يعني كده اللي اسمه ده السويتش ده واصل بالثلاثه سويتش الثانيين، والسويتش ده واصل بكل السويتش الثانيه. طيب ده معناه ايه بقى؟ معناه ان انا عشان اعدي من النتورك دي احتاج ايه بس؟ طبعا انا زي ما عرفنا قبل كده ان ان الكونكشن ما بين سويتش وسويتش بيسموها ايه بقى؟ بيسموها اي اس ال، تمام؟ بيسموها ايه؟ اي اس ال. يبقى انا كده بقى ايه؟ بيقول هنا في الميل في الفول مش بيقول لك ان كل سويتش مرتبط بالايه؟ بالسويتش الثانيه دي كلها. وعشان ماكسيمم 1 اس ال از ريكوايرد فور هوست تو ستورج ترافيك، عشان الهوست ده يبعت حاجه للستورج محتاج ماكسيمم ايه؟ محتاج ماكسيمم ايه؟ ماكسيمم اي اس ال. يعني ايه؟ يعني هيعبر من سويتش واحد لسويتش واحد بس، مش هيمشي من هنا وهنا. طب عشان يعني على سبيل المثال عشان ده يكلم ده هيجي هيروح رايح لهنا، لو اللينك دي ما كانتش موجوده كان هيمشي كده وبعدين يمشي كده، فكده يحتاج كام اي اس ال؟ يحتاج اثنين، ادي واحد وادي الثاني. لما في الفول مش في هنا اصلا واصله هنا، فهيمشي من هنا لهنا على طول، يبقى هيحتاج ماكسيموم ايه؟ 1 اي اس ال. ده معناه انه بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان ده كمان بيخلي الفول مش بيخلي ايه؟ ان الهوست والستورج كونكتد تو اني ايه؟ ممكن توصل الهوست والستورج باي سويتش كده خلاص، لان هم كلهم من جوه متوصلين ببعض. طبعا دي الكفاءه بتاعتها اعلى، بس طبعا التكلفه بتاعتها ايه؟ اعلى طبعا. بارشال مش انا بوصل كل السويتش بعض، بس مش لازم أن تكون التوصيله بينهم ايه؟ دايركت، مش لازم اللي هو ممكن يتوصلوا ببعض ان دايركت. في الحاله دي مش هيبقى ماكسيمم 1، ممكن اهو هنا على سبيل المثال لو ده عايز يكلم ده يبعت له داتا هيوصل للسويتش ده ومنه لهنا ومن هنا لهنا وبعدين يجي ايه؟ يجي هنا، يبقى محتاج كام اي اس ال؟ محتاج ماكسيمم 2 اي اس ال في المثال بتاعنا ده، ده اللي هي المش ايه؟ مش توبولوجي. في نوع من التوبولوجي الثانيه؟ اه، في حاجه اسمها كور ايدجز ايه؟ كور ايدجز توبولوجي. في الحاله دي بستخدم حاجه اسمها ايه؟ الدايركتور. وعرفنا المحاضره اللي فاتت ايه الفرق بين الايه؟ بين السويتش والدايركتور. عرفنا ان ده الايه؟ الامكانيات بتاعته اعلى والسرعه بتاعت النقل بتاعته اعلى. فهنا بيقول بقى ايه؟ السويتشز العاديه موجوده في حاجه اسمها، حطيناها في حاجه اسمها لوجيك اسمها ايدج تير، والدايركتور موجوده في حاجه اسمها ايه؟ كور تير. فهو هنا بيتكلم ان هو ايه؟ كونسيست ايدج اند كور ايه؟ سويتش تيرز. طيب النتورك ترافيك بيترافيرس ايه؟ بيترافيرس الكور تير، يعني بيتحرك من هنا والمفروض يترمينيت ايه؟ ينتهي فين؟ عند الايدج تير. ليه الايدج؟ ليه بينتهي عند الايدج تير؟ لان الايدج تير هي اللي بتوصل لمين في الاخر؟ اللي هي تعتبر الاطراف بتاعتك اللي هي بتوصل للسيرفر بتاع. طب والستورج هل واصله بالايدج تير؟ لا، ده واصله بالكور ايه؟ انا كده السيرفر عشان يتوصل بالستورج يروح مواصل بالايدج تير، والايدج تير دي بتوصل بالكور او بالكور تاير او تير، وبعد كده توصل بمين؟ بالستورج اللي عندي. ماشي. طب الستورج تير، الستورج قلنا متوصله بالكور ايه تير. هنا البنفيتس بتاعتي طبعا الهاي افيلابيلتي والميديوم سكيلابيلتي والميديوم تو ماكسيمم كونكتيفيتي، الكونكتيفيتي بتاعتي عاليه طبعا. فهنا ايه، هنا لو تلاحظ ان هو ممكن يكونوا واصلين ببعض هنا عن طريق وصله واحده، وهنا عشان الفولت توليرانس عشان لو حصل منهم فيلير فموصل ايه عمل، بدل ما هو دايركتور واحد استخدم ايه ديوال دايركتور، بقى فيه اتنين دايركتور عشان لو واحد منهم حصل له فيلير التاني ايه تاني يقوم مكانه. فعشان كده تلاقي ايه كل دايركتور منهم واصل بكل السويتشز اللي عندي، اللي لو حصل فيلير في اي واحد منهم تقدر ايه النتورك تفضل شغاله ما يحصلهاش ايه فيلير عندي. ودي بيقول لك دي دايما بتستخدم اكتر فانت ايه عشان تعالج الفول ايه التولرانس. فده ايه، فده شكل الكور ايدج ايه توبولوجي. طيب ايه هي الزونينج بقى؟ انا كده عرفت التوبولوجي اللي موجوده عندي. الزونينج دي حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه زي لوجيك كده، بيقول لك ايه انيبل ايه، انها انا دلوقتي عندي فابريك اهي فيها مجموعه من السويتشز، والسويتشز واصله بالايه بالسيرفرز، والسيرفر واصله من الناحيه الثانيه بالايه بالستورج. فهنا في موجوعه، موجود مجموعه من النودز هنا
موجود مجموعة من النودز هنا برضو واصلة بالنودز اللي ايه، قصدي بالبورتس اللي موجودة ايه، هنا بورتس وهنا بورتس، واصلين بالبورتس اللي موجودة على ايه، على الستورج عن طريق النتورك دي. فدي الزورينج بتخلي ايه بقى، بتخلي مجموعة من البورتس اللي موجودة في الفابريك ان هم يتجمعوا مع بعض في جروب. يعني هقول ايه، ان البورت ده مع البورت ده موجودين مع بعض في جروب، يبقى هم كده شايفين بعض وبيحصل كونكشن ما بينهم ايه، ما بينهم وبين بعض، وما لهمش علاقة بالايه، بالناس التانية. يبقى كده يعني ممكن اعتبرها كأنها حاجة لوجيك كده، النودز اللي متصلة مع بعض في نفس الزون كده، كأني بعتبرهم مع بعض في نتورك واحدة، وبيتعاملوا مع بعض ايه، لما يتعاملوا مع بعض في النتورك الواحدة دي. دي بتخلي ايه بقى، اهو يبقى كده الزون مكونة من ايه، الزون سيت ايه، اتش زون ايه، مجموعة من ايه، الاراي بورس، ومجموعة يبقى زي ما انا قلت اهو، اتش الايه، كل زون فيها مجموعة من البورتس اللي موجودة في الستورج اري، ومجموعة من البورتس اللي موجودة في الايه، في الهوست، وبيكونوا مع بعض ايه، بيكونوا مع بعض ايه، بيكونوا مع بعض الزون. طيب هل انا النتورك بتاعتي بيبقى فيها زون واحدة؟ لا، بيبقى فيها كذا ايه، كذا زون. طب ايه فايدة حاجة زي كده؟ انا قلت ان في حاجة اسمها ايه، نوتيفيكيشن، لو في نودز انضافت بيبعت نوتيفيكيشن لكل الناس. يعني انا في نودز انضافت، انا قلت بيحصل ايه، بيحصل ان في كنترولر سيرفر هو المسؤول عن ايه، يبعت نوتيفيكيشن لو في نودز اتضافت، في نودز اتعدلت، بيبعت لكل الناس. فلو حصل مثلا هنا نودز اتضافت، هبعت لكل النودز اللي هنا، فده بيعمل اوفر هيد على الايه، على النتورك. طب لو انا مقسمهم زونز، يبقى النوتيفيكيشن دي هتتبعت جوه الزون دي، طب والزونز التانية ملهاش علاقة، لانها ملهاش علاقة بالايه، بالنود دي. يبقى انا كده قللت الايه، قللت الترافيك. كان في الطبيعي، اعيدها تاني، كان في الطبيعي انا لو في نودز اتضافت هنا، هبعت نوتيفيكيشن لدي ودي ودي ودي، هبعت نوتيفيكيشن ليهم كلهم. طب في حاله الزونينج، انا في نود اضافت هنا، يبقى هبعت نوتيفيكيشن للنود دي بس، والنود دي والنود دي. طب هبعت لدول؟ لا، هم في زون تاني. يعني كان قسمت النتورك الايه، الاثنين نتورك بس فيرتشوال، او ايه في المثال بتاعنا ده بقى كانهم اثنين نتورك بس فيرتشوال. طب ده بيبقى كده بيرستريكت الايه، الترافيك اللي هو الاوفر رول للترافيك اللي حصل. كمان بيبروفايد ايه، كنترول. يعني انا دلوقتي الكنترول بتاعي كده كده، الناس دولت هم اللي شايفين الايه، الناس دي كده مش هتشوف اي داتا او ترافيك بيحصل فين، بيحصل هنا. يبقى انا كده عملت كنترول للايه، كنترول. يبقى كده اللي هي اكسس البورت ده هو اللي موجود في الزون رقم واحد. يعني الزون البورت ده مش هينفع ياكسس اي ايه، اي بورت في زون تاني. تمام، انا كده ميزه الحاجه الزونينج ان انا عملت ريستريكت الار اس سي ان ايه ترافيك، وبروفايد الاكسس ايه، الاكسس كنترول. في انواع الزونينج بقى، في زونز بتوصل ايه، بتوصل ال دبليو ان ببعضها، ديت اللي هي الزون رقم 1. في زونز ممكن ايه، ممكن توصل بورتس ببعضها. تمام، وفي يعني ايه بتوصل زونز ببعضها، زون 2 دي بتوصل بورتس ازاي ببعضها. يعني انا بوصل ايه، بورت بسويتش، بورت ايه بسويتش، ما اتكلمتش على هوست او سيرفر خالص. طب وفي حاجه اسمها ميكسد زون، بتوصل ايه، بتوصل دبليو دبليو ان بايه، ببورت عادي. يعني واصله ايه، من الهوست لمين، للايه، للبورت هنا ايه، للبورت رقم كذا. يعني انا ده لو دبليو دبليو ان، وهنا لو ايه، بورت نمبر، كده وصلتهم ايه ببعض. يبقى يا اما زون، نوع من انواع من الزون بتشتغل على ال دبليو دبليو ان، وانواع من الزون بتشتغل على البورت، وانواع من الزون ايه، ميكسد. يعني هنا لو نلاحظ هنا بقول له ايه، بقول له الزون دي واصله لمين؟ موصله ل دبليو دبليو ان رقم كذا بال دبليو دبليو ان رقم كذا. انما هنا موصله لايه؟ البورت اللي هي الزون رقم 2، موصله البورت 5 وايه؟ والبورت كام؟ والبورت ايه؟ والبورت ايه؟ 15 على سبيل المثال. يبقى كده موصله ايه؟ موصله بورتس في ايه؟ في بعضها. يعني كده ايه؟ هنا مثلا ايه؟ موصلة البورت 12 بالبورت رقم كذا. إنما هنا بالميكسد، ده أنا بتكلم على إيه؟ على بورت بإيه؟ هنا بقول له إيه؟ الدومين اللي هو السويتش رقم كام؟ الدومين رقم 15، البورت اللي فيه رقم 5، واصل بالإيه؟ بالدومين رقم 15، لأن أنا بتكلم على نفس السويتش، واصل بالبورت رقم كام؟ 12. يبقى هنا الدومين رقم 15، البورد فيه رقم 5، واصل بالبورد رقم كام؟ 12. دول في نفس الايه،
في نفس الزون. هنا انا رحت جاي قايل ميكسد، يعني انا قلت له ايه الدبليو دبليو ان رقم كذا اللي هو ده مرتبط بمين؟ مرتبط بالبورت رقم 12 اللي موجود في الدومين رقم كام؟ 15. انا كده في ايه؟ في انواع الزون. اخر ليسون عندنا هتتكلم على الفيرشواليزيشن اللي بيحصل في ايه؟ في السان. الفيرشواليزيشن بقى اللي بنحصل في النتورك نفسها، في حاجه اسمها بلوك ايه؟ بلوك ليفل ستورج فيرشواليزيشن، وفي حاجه اسمها فيرشوال ايه؟ فيرشوال سان. احنا كل حاجه خدناها خدنا ازاي بيحصل فيها فيرشواليزيشن، فبقينا بنتكلم عن النتورك هنشوف الفيرشواليزيشن بيحصل فيها ازاي. طيب هنا ابتدى يقول لك الفيرشواليزيشن حاجه اسمها بلوك ليفل ستورج فيرشواليزيشن، يعني انا كده هعمل ايه فيرشواليزيشن لمين؟ للستورج جوه النتورك. قال لك ايه؟ احنا خدنا المحاضره اللي فاتت او المحاضره اللي قبلها ان انا الستورج اريا عندي بقت فيها ايه؟ لانز، والسيرفر بياكسس ايه؟ كل سيرفر بديله ايه؟ قلنا السيرفر عايز يحجز ستورج معينه مساحه معينه، فبكريت له لان وبديله ايه؟ اكسس على اللان دي، وبيبقى شايفها كانها ايه؟ الستورج بتاعي. فهو هنا قال لك انا هعمل حاجه اسمها فيرشواليزيشن، انا عندي دي ستورج اري فيها 2 لان، وهنا دي ستورج اري فيها 2 لان، هروح مكاري حاجه اسمها فيرشوال ابلاينس. الفيرشوال ابلاينس ده بيروح واخد ايه اللانز دي وحطيتها كانها فيرشوال كده، حطيتهم مع بعض بيسموهم حاجه اسمها ستورج بول. يعني كده السيرفر ما بقاش شايف اللان اللي في ستورج اري، بقى شايف اللانز اللي عندنا ايه اللي موجوده هنا. رحت ممكن هنا في الحاله دي اقدر اجمع ايه كده، انا جبت الاربعه لان وحطيتهم هنا جنب بعض، وكده اقدر اجمع كذا لان منهم واديهم كفيرشوال للايه للسيرفر. يعني هنا على سبيل المثال خدت اللان دي واللان دي كريتهم في فيرشوال ايه في فيرشوال فوليوم. زي ما الناس كانت فاكره ان كده في حاجه اسمها فوليوم جروب، الفوليوم جروب ده باخد منه حاجه اسمها ايه لوجيكال فوليوم واديه للايه اديه للهوست بتاعي. فهنا برضو اللانز اللي موجوده عندنا اللي احنا قلنا انها ايه هنا بقت متجمعة عندنا اهي، وانا رحت واخد منها ايه فيرتشوال ومديها ايه مديها للسيرفر ده، خدت اتنين مع بعض جمعتهم فبقوا في فيرتشوال فوليوم. فبقى هو يتعامل مع مين؟ مبقاش يتعامل مع الستورج، بقى يتعامل مع الفيرتشوال هنا اللي موجود في ايه. طب ده يسمح لي بايه بقى؟ يسمح لي ايه فوائد ان انا اعمل حاجة زي كده؟ فوائد ان انا اعمل حاجة زي كده يبقى انا كده جمعت اللانز جنب بعضها، وكده انا بقدر اضيف ايه حاجة اسمها اونلاين فوليوم اكسبانشن. انا ممكن اضيف لانز هنا عادي زياده، وايه في الران تايم والابلكيشن شغال فهو هيشوف الحاجات الزياده هنا ويقدر سيرفر تاني اكسس الايه الحاجات الزياده دي. في حاجه اسمها ميجريشن. ميجريشن يعني ايه؟ انت هنا شايفهم لوجيكال، فانت مش عارف هم موجودين في الايه في الاستورج اري دي ولا في الاستورج اري دي. فلو انت عايز ميجريشن يعني انا عايز انقل اللان دي احطها هنا، هل هيفرق بالنسبه للسيرفر حاجه؟ لا. ممكن المانجمنت اللي هو بيسموه الفيرشواليزيشن ابلاينس يروح واخد اللان دي ونقلها من هنا حاططها هنا، يعني نقل الداتا من هنا حاططها في الداتا هنا. طب انا كهنا انا اصلا ما بشوفش ده، انا بشوف ان اللان اصلا موجوده هنا وماليش دعوه هي تبع ده ولا تبع ده. فممكن يحصل نقل اللان من مكان لمكان بيسموها حاجه اسمها ميجريشن، وانا كسيرفر ما يهمنيش لان انا ايه انا معمول لي فيرشواليزيشن لاير، يعني انا ايه عملت هايد للاستورج عندي وجمعتهم ايه وجمعتهم بقى عندي حاجه اسمها ستورج ايه بول. الستورج دي تبع دي او تبع دي انا ما يهمنيش. ده في حاجه كمان، ده انا ممكن كده ايه ممكن الستورج بتاعتي مش هعمل ميجريشن كده. انا هنا في المثال ده ان هما الاثنين موجودين في نفس الداتا سنتر، لا ده انا ممكن يكون ستورج في داتا سنتر وستورج ده في داتا سنتر تاني، وانا اعمل لهم ايه فيرتشوال ايه فيرتشوال فيرتشوال ايه اعمل لهم حاجه اسمها بلوك ستورج فيرتشواليزيشن، فاقدر انقل حاجه من هنا هنا عادي مفيش مشكله ايه مفيش مشكله عندي. يبقى انا ممكن اطبق الفيرتشواليزيشن ده مش على نفس الايه مش في نفس الداتا سنتر، ممكن يكون في داتا سنتر وفي داتا سنتر انا موصلهم مع بعض الايه في نتورك، وهو من فوق برضو شايف الايه شايف الايه الهاردوير، واقدر اعمل ميجريشن من داتا لهنا عادي مفيش مشكله بالنسبه لي خالص ايه خالص في الموضوع ده. طيب في حاجه اسمها ايه فيرتشوال سان، بيقول لك ان ايه الفيرتشوال سان دي انها لوجيكال ايه لوجيكال فابريك اون ايه اون فايبر شانل سان. يعني ايه بقى؟ يعني انا عندي دي الفايبر دي الاستورج نتورك الكبيره، انا ممكن اقسمها لمجموعه الايه لمجموعه من الايه من الـ من النتورك الصغيره كفيرتشوال. يعني انا ممكن اقول ان ايه
ان مجموعه السويتشات دي مع بعضها مكونين ايه؟ فيرتشوال نتورك. مجموعه السويتشات دي اللي واصله بالسيرفرز والستورج دي مكونين مع بعض فيرتشوال نتورك تاني. فانا كده عملت فيرتشواليزيشن للايه؟ للنتورك للستورج بتاع اللي هو الايه؟ للستورج اريا نتورك بتاعي. بدل ما كانت نتورك مثلا فيها 10 سويتشز، انا رحت قايل ايه؟ انا خدت الخمسه دول مع بعض كفيرتشوال، بقيت سميتهم ايه؟ سميتهم فيرتشوال ستورج اريا نتورك مثلا رقم كذا، والخمسه سويتشز التانيين دول خدتهم مع بعض في مكان تاني وبقوا فيرتشوال مع بعض. طبعا زي ما قلنا اي فيرتشواليزيشن بيعمل امبروف للايه؟ للسكيورتي والافيلابيلتي والمانجمنت. طبعا لما تيجي تمانج ايه؟ مجموعه صغيره من الهاردويرز اسهل من انك تمانج مجموعه كبيره. السكيورتي طبعا كده ايه؟ انا عملت ايه؟ دولت كده انا كده كانهم برايفت مع بعض، ما لهمش علاقه بالايه؟ بالمجموعه الثانيه. يعني انا كده كاني ممكن مثلا ستورج اريا نتورك وكل الناس اللي بيكونكتوا على الستورج اريا نتورك دول انا فصلتهم عن بعض، فاديت مثلا خاصه بشركه ودي خاصه بشركه ايه مثلا ثانيه، دي سيرفرات بتاعت شركه ودي سيرفرات بتاعت شركه ثانيه. فانا ايه؟ حطيت كل السيرفرات بتاعت الشركه ديت في ايه؟ في فيرتشوال نتورك، والسيرفرات بتاعت الشركه الثانيه دي في فيرتشوال نتورك ثانيه. فكده انا عملت ايه؟ سيكيورتي. طبعا هنا هيدي مثال امثله عمليه تبع الايه؟ تبع شركه اي ام سي، فدي مش مشكله ومش هتبقى علينا. احنا كده يعتبر خلصنا الايه؟ المحاضره بتاعتنا. لو في حد عنده اي سؤال يبعت لي، احنا باذن الله المحاضره اللي جايه لو احنا باذن الله خدناها اونلاين سواء خدناها فيزيكال، لو حد عنده اي سؤال في الكلام ده ممكن يسالنا باذن الله. وبالتوفيق معاكم، سلام عليكم.